السلام عليكم. النهارده ان شاء الله حلقه جديده من اي جي دوك شو، وهنتكلم النهارده عن الكين كورسو مع مستر وليد حامد. هيقول لنا النهارده معلومات كتير عن البريد ده، وان شاء الله تعجبكم. انا اسمي وليد حامد، صاحب مزرعه انيمال بريد. انا ببريد كين كورسو، وبقالي بالظبط في الكين كورسو من 2015، والحمد لله يعني اعتقد ان انا ابتديت اعمل اسم كويس في الكيني كورسو. ارتباطي بالكيني كورسو بقى ارتباط بشخصيه الكلب اكتر، يعني ممكن مواصفات الكلب ما تهمنيش قوي على قد ما كانت تهمني علاقه شخصيه الكلب. وبعد كده دخلنا في الحمد لله رب العالمين، المواصفات بقت حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا مع شخصيه الكلب. هو فعلا شخصيه الكيني كورسو بتجبر اي حد انه يحترمها ويحبها. فكانت هي بدايه بكلب واحد كيني كورسو، وصلت مرحله ان احنا النهارده بنتكلم في حوالي 40 كلب ما شاء الله كيني كورسو. معلومات عن كلب كيني كورسو. كلب ايطالي اللي هو ايطاليان ماستف. الكلب ده ظهر ليه اثار من القرن ال 15، كان بيستخدم في الحروب، لانه من الكلاب الكيني كورسو بالايطالي يعني الكلب الحالي. هي جينات الكيني كورسو فعلا معظمها متركزه في البروتكشن هنايا، يعني الجرو من صغره لو سمع صوت عالي تلاقيه جه وقف قدام صاحبه وفتح صدره، مش من النوع اللي بيجري يستخبى ورا صاحبه ولا حاجه، بالعكس هو دايما سابق صاحبه وكل همه ان هو واقف قدامه يحميه. فهو كان طلع في 2015 القرن ال15، وكان بيستخدم في الحروب، ولحد الحرب العالميه الثانيه ابتدى الكلب يحصل له نوع من الانقراض من كتر ما كان بيستخدم في الحروب. ورجعوا تاني يهتموا بالبريد دوت سنه 1982، وابتدى يحصل البريدنج بتاعه في امريكا، وابتدى يرجع تاني لاين الكين كورسو بعد ما كان خلاص اختفى. فهو نقدر نقول عليه ان هو من اقدم الكلاب اللي ظهرت. بداياته كانت زي ما بقول لك في القرن ال 15 وبس. ومن ساعه ما طلع بقى في 1982 ابتدى بقى خلاص يستمر عادي، وابتدى بقى ليه بيوت كتير قوي، طبعا اساسها البيوت الايطاليه. لو نازل اشتري كلب او جرو كين كورسو، ايه الحاجات المفروض اخد بالي منها وانا بشتري لو انا ما عنديش خبره في البريد ده او في الكلاب عامه يعني؟ خلينا نتفق ان في اتحاد دولي اسمه FCI، زي مثلا لو الكوره ليها الفيفا فالكلاب ليها FCI. FCI دي حطت ستاندرز معينه للكلب عشان يبقى البريد دوت اسمه كيني كورسو. وعشان كلب تبريد منه لازم تروح تشترك في مسابقه بتاخد حاجه اسمها بريدنج رايت، اللي هي حق الانتاج من الكلب او من الكلبه. لازم يشوفوا حكم، والحكام دي طبعا بتبقى مذاكره وفاهمه، ومعظمهم بريدرز وشافوا حاجات كتير قوي، وبيمشوا طبقا للكتاب. في كتاب زي ما بيقول زي ما قال الكتاب، بيشوف المواصفات ايه هي عشان يقول الكلب دوت اوكي ينفع انتاج منه ولا لا ما ينفعش انتاج منه، سواء ذكر او نتاج. انا كراجل المفروض ان انا رايح اشتري لابني كلب، الاف سي اي ديت المكتب بتاعها في مصر، زي مثلا قلنا الفيفا في اتحاد الكوره هناك الاف سي اي هنا في حاجه اسمها الاي كي اف ديت اللي هي الجمعيه المصريه للحفاظ على السلالات. فهي المقصود بيها ان احنا بنحافظ على السلالات النقيه. فبالتالي اول حاجه تهمني وانا بجيب جارو ان يكون في شهاده اللي هي بيقال عليها اللي تسمى البيدجري من الاي كي اف، اللي هي وكيل الاف سي اي هنا في مصر او الممثل للاف سي اي في مصر، اللي هو ماشي بالكتاب اللي فيه المواصفات. كون ان في ورقه بتقول ان الكلب ده البيدجري بتاعه بيجيب لحد الجنريشن الرابع، ده بيثبت حاجات كتير قوي بقى. بيثبت ان مفيش امبريد، مفيش تدخل في يعني مفيش مثلا اب متجوز بنته، مفيش اخ متجوز اخته، فبالتالي بيبقى خالي من الامراض الوراثيه المتوقعه. فطبعا اول حاجه بننصح بيها حد ان هو ما تشتريش كلب من غير ورق، لان للاسف في بعض الناس ابتدوا
مثلا يقولوا اه ده انا عايز كلب، عايز كلب جزء قصير، فابتدوا يعملوا ميكسات حاجات على معين، حاجات على حاجات عشان يطلعوا شكل بكلب جزء قصير. مع هاويفر ان ممكن يبقى كده الكلب ده اصلا ملوش علاقه بالكين كورس خالص، مفيش حاجه اسمها جزء قصير جزء طويل، في حاجه اسمها علاقه بين الجمجمه والجزء بتاعه. يعني جمجمه الكورس لازم تبقى ضعف، يعني المفروض بنسبه 1:2، ومفروض يبقى مثلا المساحه من هنا للصوت ديت لحد هنا هي نفس المساحه من هنا لحد هنا، عشان كده اقدر اعرف ان الكلب ده مواصفات شكل واصله عامله ازاي. كل دوت ممكن يبقى يبانش والكلب صغير، فعلى الاقل بضمن نفسي ان الكلاب ديت بورق، الكلاب دي ليها شهادات نسب، اعرف مين ابوها ومين امها، اعرف ان كلبي فيه المايكرو تشيب، ربنا كده على الاقل متضمن بنسبه 70%. ال 30% الثانيه بقى لو انا ذاكرت وقريت مواصفات الكيني كورسو وطبقتها على الكلب. فانا كنصيحه لاي حد عايز يبدا تربيه كلب وريفر ان هو مش كيني كورسو، بس بلاش تعتمد على كلام اللي هي مجبوله المثل. اي فيلد في الدنيا، اي مجال في الدنيا فيه كويس وفيه وحش، ففي ناس كتير قوي ممكن تبقى عامله تركيبات معينه، بتبقى عارفه ان الكلب عنده امراض جينيه، يعني مثلا في امراض بتورث، يعني مثلا الهيب ديسبليزيا اللي هو الحوض مثلا، مشكله في الحوض ده بيتورث. بالنسبه لقص ودن وديل الكين كورسو ده مصرح بيه في الشهات والمسابقات؟ بص، هو لحد 2025 مصرح بالدخول، بعد 2025 هيبقى ممنوع، وعشان كده في بلاد كتير منعت خلاص. يعني في معظم اوروبا لما بتيجي تستورد منهم جراوي دلوقتي مش قاصين، في بلاد في اوروبا لسه بتقص، بس المفروض لحد 2025 مش هيبقى فيه قص. لو دلوقتي انا ما نزلت اشتريت الجرو جبت نتايه، عايز اعرف بقى من حضرتك امتى اجوز النتايه دي؟ بص، هي طبعا البيري دي احنا بنعديها، ويفضل كمان تعدي الثانيه. الكلب كين كورسو بيقعد يكبر لحد جسما سنه ونص، وراس لحد سنتين، وممكن كمان الاستراكشر بتاع الجسم يفتح ويقفل لحد السنه الثالثه. فعلى الاقل بنسيب النتايه لحد سنه ونص، يفضل لا ما تتجوز على اساس انها تسيبها تاخد الشيب كامل. الذكر ممكن اجوزه بدري، مش ما بتفرقش مع حاجه، بالعكس دي بتديله شيب احلى. النتايه لا، يفضل في البريدز الكبيره انك تفول اول 2 بيريود، يعني اول 2 يفضل انك تسيبهم. يعني دلوقتي عايزين نعرف من حضرتك ايه الفيتامينات اللي المفروض اديها للكلبه اثناء فتره الحيض؟ بص، هي من اول الهيت المفروض ما بتيجي بتدي فوليك اسيد وبريجناكير، بتيجي على اليوم ال 45 توقف الفوليك اسيد، واليوم ال 45 بقى من الحمل ان شاء الله يعني، وتكمل بالبريجنا كير لحد الكلبه ما تفطر. دول اهم 2 فيتامينز ممكن تديهم للكلبه خلال الفتره دي. دلوقتي وانا بشتري جرو، الاهالي بيكون ليهم عامل وانا بشتري الجرو؟ يعني دلوقتي ان انا اشوف الاهالي الاب والام، هل بيكون ليهم عامل في اختيار الجرو؟ وهل بيكون ليهم بصمه في تقليب الجرو؟ بص، زي ما كنا بنتكلم على قصه الورق، وان انا باخد كلب عشان اتضمن الجينات، يعني دوت انا مسميه ايرو جونيور. انا لو جبت الاب اللي كان معايا من شويه، لو جبت وقفت الاثنين ده، تحس ان انت عملت بس كل اللي انت عملته مينيمايز للكلب. الكلب هو هو بالظبط، بس دماغه اصغر، جسمه اصغر، كل حاجه، عشان طبعا فرق السن. بس هي النقطة كلها ان الكلاب اللي هي بتبقى بورق مو كلاب محترمة، بتبقى زي ما بيقولوا البصمة بتاعتها واضحة. يعني ده جيل اللي هو ابنه، لو في عندي بقى اصغر منه كمان لو جبتهم، تحس ان برضه ده عمل له مينيمايز اكتر. فده معناه ان الكلب الجينات بتاعته سليمة 100% الحمد لله، فبتورث للجيل اللي بعديه. عشان كده بننصح بكلمة الورق، لان ده بيخليك ضامن ان على الاقل ان اللي انا شايفه، الاب اللي انا شايفه ده هشوفه في الجرو ده لما يكبر. فيعني انت يعني هو ده 6 شهور بس، 6 شهور هيخليك يعني ابوه بس يا ابني.
دلوقتي عايز اعرف بقى، انا خلاص اشتريت الجار وعايز اعرف ايه التطعيمات المفروض ياخدها الجار عشان احافظ على صحته. بص يعني يفضل طبعا ان هو يكون على الاقل واخد التطعيم وعدى من التطعيم اللي هو اول تطعيم اخده، اللي هو يعني هو كل طريق في كل زي ما بيقولوا كل شيخ ليه طريقه. في ناس بتبدا تطعيمات 32 يوم وبعد كده تدي اللي هو الثنائي، وبعد كده تدي بعد 45 يوم، وفي ناس بتبدا من ال 45 يوم، وتش اللي انا بفضلها يعني اللي هي تبقى خماسي او ثماني. فعلى الاقل تخليه ياخد التطعيم اللي هو الاولاني 45 يوم ويستنى في مكانه اسبوع مثلا او 10 ايام وبعدين تاخده، ده افضل سن ممكن تاخد فيه الكلب. وفي ناس بتفضل انها تاخد الكلب بعد تالت تطعيم، فده بيبقى امان اكتر ان انت تخلص بخلص تطعيماته كلها. بس هو العادي انك ممكن تبدا من بعد سن ال 45 يوم من اول ياخد اول تطعيم، وبعديها ب 10 ايام تستلم كلبك. بس طبعا هيبقى فيه بقى اجراء للتربيه، حاجات للتربيه عشان الكلب زي ما يقول ما يبص منك. لازم تسال البريدر هتاكل ايه، او لازم البريدر يقول لك هتاكل ايه، هتعيش فين. بس دي اسئله مهمه انك تعرف. دلوقتي خلاص الجار وخدته معايا البيت، عايز اعرف بقى اكله ايه. طبعا من 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 اسرار البريدرز اللي يقول لك بياكل ايه وتعمل ايه، يعني احنا لما ابتدينا نستورد من بره كان اصعب حاجه انه يقول لك باكل ايه. خلينا نقول ان الاحسن حاجه ان انت لحد سن 6 شهور ما تغيرش دراي فود، ومن بعد سن 6 شهور تبتدي بقى تركز في البروتينز. ويفضل انك تاكل ناي من بعد 6 شهور، ويفضل برضو ان انت في الفتره الاولانيه حتى هو صغير ناي شويه، ثم مثلا كور لحمه مفرومه نيه. في للاسف معتقد خطا يقول لك للناس البيت اونر بالذات، يقول لك لا الكلب الني اكل ني يسرع ويجي له صرع. يا جماعه ما لناش، مفيش حاجه اسمها كده، ربنا خلق الكلب ياكل ني. دلوقتي احنا بنشوف ايفنتات كتير وشوهات كتير بتتعمل في مصر هنا، عايزين نعرف دي بتكون معتمده من اي كي اف ولا الشوهات دي ما بتكونش معتمده اصلا. فبقول لك انت لما بتيجي لبعض الايفنتات اللي هي جميله وجمال ونشاط جميل ويا رب يستمر على طول، بس يا ريت تبقى مفهم المشتركين جوه النشاطات ديت ان انت ده شو ترفيهي، ده مش شو رسمي، مش حكام من الاف سي اي جايين يبصوا ويقيموا الكلب بجد عشان يديله ريتس بجد. يعني من غير الاف سي اي مش هيبقى فيه ريتس عشان اعرف الكلب ده كويس ولا وحش، الكلب ده ينفع بريد منه ما ينفعش بريد منه. في بريدرز في مصر هنا الحمد لله رب العالمين بقت اساميها كبيره جدا في الكيني هورس، يعني انا ممكن اكون اخرهم، بس عندنا بسم الله ما شاء الله اساطير وبقت كلابهم بره مصر. عندنا حد زي احمد جابر، عندنا حد زي محمد حشال، عندنا حد زي مايكل مقار، عندنا حد ناس كتير مش عايز انسى اسم منهم، ناس كتير محترمين جدا بقت كلابهم بتسافر بره، احنا بقينا نصدر بره. فلما وبقى لقينا العين بقت خلاص بقينا احد البلاد اللي بقت ليها مكانه في الكيني كورس. للاسف بقى لما بيطلع ايفنت زي دوت ويصوروا كلب ملوش اي علاقه بالكيني كورسو ويحطوا جنبه، او اي بريد مش لازم كيني كورسو، ويحطوا جنبه كاس يقول لك بطل مصر. حصل موقف قبل كده ان حد من الجروبس الخاصه بالكيني كورسو بريدرز من بره اخذوا صوره كلب ملوش اي علاقه بالكيني كورسو وجنبه مكتوب عليه تشامبيون اوف ايجيبت بكاس من العتبه، وقالوا عليه ادي المستوى بتاع الميدل ايست، ادي مستوى مصر، وادي مستوى اتكلموا علينا بسبب ان هو بس كلمه ان هو راجل صاوي جاب حكم صاحبه، يعني الراجل رايه ان الكلب ده حلو جميل، كلبك حلو يا سيدي وعلى عيني وعلى راسي، لكن في الاخر في مواصفات للكلب، في حاجات تحكم، في كتاب بيحكم. فلما يتاخد كلب مواصفاته غلط ويتكتب عليها تشامبيون اوف ايجيبت وملبسه ميداليه، يا عم قول احلى كلب في الشو ده، احلى كلب في عين شمس، بس ما تجيش تقول بطل مصر. احنا كلمه بطل مصر ديت عشان ناخدها بنخش مسابقات ونعمل تصفيات وبنخش من يعني ناس بتتعب وبتيجي ناس جميله برضو مش يمكن مش قصدهم بنيه بحسن نيه بتبوظ تعب الناس ديت عالميا مش في مصر بس، لان في مصر الناس بقت يعني اولموست الناس بقت فاهمه مين اللي عنده كلاب حلوه، مين اللي عنده كلابه واخده بطولات،
بس بره شايفه كاس وجنبه، لان بره ما بيحصلش الكلام ده، ما فيش حاجه اسمها شو انا وامجد عملنا شو مع بعض ولبسنا كلب بتاعه وقال لي بطل، ما ينفعش، ممكن يقول لي بطل الايفنت ده. ف يعني الكورسو الحمد لله ابتدى في مصر، ابتدى يبقى من البلاد اللي ممكن تقول انها على الاقل لو في الميدل ايست بقت احد البلاد القويه فيه. في زي ما قلت لك في بريدرز محترمين جدا وابتدوا كلابهم تسافر بره، وابتدى يبقى لينا اسامي بره، ويا رب نعرف نحافظ عليها كده. وتاني يعني بطلب من الناس اللي اي حد عايز يربي كلب اي نوع اهتم بالورق قبل ما اهتم بالكلب، عشان على الاقل تضمن سلامة الكلب اللي انت بتجيبه لابنك او لنفسك من العيوب الوراثية، وان هو ان المواصفات ديت انت ما تعرفهاش، انت لسه راجل بيت اونر جديد، في حكم بقى شاف لك وقال لك ان الكلب ده كويس، فالحكم ده قام بالنيابه عنك ان هو يقيم الكلب ده ويقيم لك وتوقع لك اولاده. فيفضل طبعا ان انت تاخد، ما تبتديش من فروم سكراتش وتبقى زي ما بيقولوا بطيخه مقفوله، لا انت هتبدا من حته مطمن لها وهتبني عليها بس. طبعا في الاخر انا بشكر جروب اي جي دوك شو ان هو نورني في المزرعه واداني الفرصه الجميله ديت، وانا شايف مجهود رائع، والناس ورا الكاميرا ناس بصراحه طبعا محدش شايفهم بس هم طلعان عينيهم يعني، فربنا يوفقكم يا رب بالتوفيق. وبصراحه حاجه مشرفه جدا جدا جدا، والمكان نور بيكم.